أعلنت حكومة إقليم كاتالونيا أن 90% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا، وأكدت أن أكثر من 2 مليون شخص شاركوا في الاقتراع بنسبة مشاركة فقط 40% من عدد الناخبين في الإقليم، البالغ عددهم سواء 5,034,000 ناخب. وعلى ضوء تلك النتائج أعلن رئيس حكومة إقليم كاتالونيا كارلوس بوجيمون حصول مواطنيه على حقهم في دولة مستقلة. لوس انجستيفيكات ايراسيونال ايرسبونسابل. وكشف أن حكومته ستعرض النتائج على البرلمان الكاتالوني الذي يمثل سيادة الشعب ليتخذ قراره بشأن الاستفتاء، ثم أضاف أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يغض طرفه بعدها، في إشارة إلى أن بلاده ستصبح دولة مستقلة جديدة في أوروبا. وأكد بوجيمون أنه سيشكو للاتحاد الأوروبي ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان التي كانت قد ارتكبتها الشرطة الإسبانية في كاتالونيا لمنع إجراء الاستفتاء، غير أن حكومة مدريد عدت الاستفتاء فاشلا لأنه لم يكن قانونيا أصلا. رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قال إن إقليم كاتالونيا فاشل في تنظيم استفتاء الانفصال، وأضاف أنه لا يمكن التعبير عن المطالب السياسية عن طريق قنوات غير قانونية، وأعرب عن أمله في عدول الحكومة المحلية عن نية إعلان الانفصال عن إسبانيا، نافيا أن تكون الشرطة قد استخدمت العنف لمنع الاستفتاء. وكانت الشرطة الإسبانية قد تدخلت بقوة لمنع إجراء الاستفتاء في الإقليم بحجة أنه غير قانوني، وبسبب حكم قضائي أصدرته المحكمة العليا في إسبانيا يقضي بعدم شرعية تنظيم استفتاء الانفصال في كاتالونيا. وكانت الاشتباكات قد أسفرت عن أكثر من 800 جريح في صفوف المواطنين حسب وزارة الصحة المحلية. تدخل الشرطة والدرك لمنع الاستفتاء فجر أزمة قانونية أخرى بين حكومتي مدريد المركزية وبرشلونة المحلية، إذ فتحت 6 محاكم إسبانية تحقيقا ضد شرطة إقليم كاتالونيا بتهمة تقاعسها عن القيام بالواجب وعدم التزامها بالتعليمات لمنع تنظيم استفتاء غير قانوني، بينما رفعت الحكومة المحلية شكوى إلى محكمة العدل العليا في الإقليم ضد الشرطة والدرك لاقتحامهما عددا من مراكز الاقتراع واستعمال العنف حق مواطنين وصفتهم بسلميين. بين نشوة الكاتالونيين بنجاح الاستفتاء واقتراب موعد الانفصال والاطمئنان الإسباني بفشل الاستفتاء، تقف أوروبا مشدوهة يتجاذبها حرص على الوحدة الأوروبية ورفض تفتيت أوروبي جديد.